رسائل وتعليقات جميلة، بشكرك والله جدا جدا على كمان المقاطع والصور حلوة أستاذ وليد جودة، بشكرك جدا. كاتب لنا كده: اصدمني بالحقيقة ولا تسليني بالكذب. يعني بس ما نصدمش بعض بالحقيقة، يعني ليها أسلوب برضو، عارف ساعات تبقى طريقة الأداء وطريقة توصيل المعلومة ساعات يتساوى في الأهمية مع المعلومة نفسها. ممكن تقول حاجة كويسة جدا لكن اللي قدامك يرفضها رغم انها صحيحة، يرفضها بسبب طريقة الأداء. عشان كده ازاي اقول بقى مهم جدا ويساوي هقول ايه، يعني هقول ايه وازاي اقوله، ده مفتاحين لازم يبقوا مع بعض كده. كمان بيقول: التكنولوجيا الشريك بعد، برود، كومنت، علاقات سطحية تعتمد على الشكل لا الجوهر، علاقات لن تدوم لأنها تقوم على الغش. والله في أوقات كتير معاك حق طبعا، لأنه بتحس إن هي حفلة أقنعة، لكن بعد شوية أكيد هنطور استخدامنا وأكيد هنحس إن الحقيقة أسهل بكتير جدا من حفلات التنكر الطويلة دي. الحقيقة كل ما اتدربت على تعامل مع حقيقتي كل ما لقيتها أبسط والدنيا بسيطة وأحلى بكتير بكتير. أستاذ عماد حكيم، صباح السعادة على حضرتك، بيقول: لا يمكن الاستغناء عن التكنولوجيا بشرط أن يكون الشخص نفسه مؤهل للتعامل مع التكنولوجيا. أستاذة سلمى ياسين عمر، صباح الفل عليكي، بشكرك جدا. أستاذ ناصر ياسين، صباح الفل على حضرتك وعلى أهالينا في الأقصر وعلى أهالينا في صعيد مصر كله، يعني نتمنى معاك ومع كل أهالينا في مصر كلها التطور يوصل لكل حتة في مصر، بحري وإبلي والحدود والمدن الرئيسية يا رب، وإن شاء الله هي دي الخطة بإذن الله، ربنا يتمها دايما على خير يا رب. نشارككم كل الأحاسيس والمشاعر، وبنشكر أهالينا في الصعيد كله على الوقفة الطيبة اللي وقفوها مع بعض، ودوا مثل ونموذج وقدوة طيبة جدا، بشكرك. أستاذ محمود محمد سلطان، صباح الفل على حضرتك، بشكرك جدا. هو من أبو قرقاص المنيا. التكنولوجيا أكيد لو رجعنا بالزمن 10 سنين من دلوقتي هيبقى اللي احنا فيه ده حلم، خصوصا في سوق العمل، لأن سوق العمل دلوقتي من غير تكنولوجيا لا يمكن نتصورها. معاك حق طبعا جدا، بشكرك جدا وبشكر كل أصدقائنا المتواصلين معانا. تعالوا بقى نروح للتليفونات. أستاذة صفاء على التليفون، صباح الخير. صباح الطاقة الإيجابية حبيبتي، صباح الفل عليكي، كل سنة وانتم طيبين. انتي بكل خير يا رب، والبقاء لله في إخواننا في الصعيد، نعمة بالله، ربنا إن شاء الله يتقبلهم عنده من الشهداء في هذا الشهر الكريم إن شاء الله. آمين آمين يا رب. والليلة نصف شعبان، يا ريت كلنا ندعي إن ربنا يرحمهم يا رب ويشفي المرضى يا رب ويزيح الكورونا عن كل الناس يا رب ويفكها علينا كلنا إن شاء الله. آمين آمين إن شاء الله. حضرتك وحشتيني جدا. انت كمان وحشتينا جدا جدا. انا كنت عايزه اتكلم في موضوع يتعلق بالتمكين التكنولوجي. سمعت دكتوره اسمها دكتوره فاطمه الزهراء محمد في احد الاذاعات، هي مسؤوله عن تمكين التكنولوجي للمكفوفين في هيئه فصول الثقافه. هي كانت بتتكلم عن تطبيق جديد بيحاول الكتب المنشورة عن النت سكاننج لتكست عشان يقدر السكرين ريدر يقراه تمام. بس هي الحقيقة يعني اسلوبها صعب شوية، وكانت بتتكلم بسرعة وقالت أسامي التطبيقات بشكل سريع كده، فأنا ما قدرتش أتابعها كويس. فلو حد حضرتك تعملي حلقة بقى مع الدكتورة ولا يحيى إن كان عندها فكرة عن الموضوع، هي أسلوبها ظريف جدا في الكلام. صحيح صحيح، هي فياريت. حاضر. وكمان يعني تبتدي من أول إيه هو النوع السوفت وير اللي المبتدئ الكثير المبتدئ عايز يتعلم على الكمبيوتر يتعامل بيه. حاضر. وإمكانيات الجهاز اللي يحتاجه مواصفاته تكون إيه. حاضر، أنا لازم إن شاء الله هعمل حلقة كاملة عن الاستفادة القصوى من الأجهزة سواء في برامج القراءة أو في برامج المساعدة، إن شاء الله قريبا جدا يكون معنا حلقة خاصة. يعني عاجزة عن الشكر يا دكتور. بشكرك جدا بشكرك جدا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.